يسعد لي مساكم يا أجمل متابعين متابعين شركة مجمع الشامل. كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بألف خير جميعا. اليوم بإذن الله بصور لكم كل جديد ومميز وفرنا لكم من حبيب الكل شركة مجمع الشامل فرع الرياض. تابعوا السنوات الجاية ولا تروحوا بعيد. وريهم شطارتك في التقديم واختاري أواني شركة مجمع الشامل وأكيد ما رح تندمي. شوفوا معي الجمال والأناقة اللي وفرنا لكم لليوم. طقم تصميم جدا أنيق وبسيط بنفس الوقت، مكون من صحن بالحجم الصغير سيراميك مع الزبدية، جميل بمنتهى الأناقة وبنكشة جدا مميزة. الحلو ما رح تاخذين قطعة الوحدة، رح تاخذين قطعتين مع بعض، يعني الصحن السيراميك مع الزبدية الخاصة فيه. أكثر من كذا دلع ما رح تلقون غير في شركة مجمع الشامل. خذي القطعتين، كل قطعتين رح تاخذينها بسعر 5.75 ريال حللة بس. ضيفي لمسة نهائية على سفرتك مع أدوات المائدة الجميلة هذه اللي وفرناها لك لليوم بتصميم الماربل. ومين فينا ما يحب تصميم الماربل؟ قد إيش تصميمه أنيق ومميز، جايكم بلون غير اعتيادي اللي هو اللون الرمادي وستيل. الحلو مكونة من طقم كامل، عندكم حجمين من الملاعق وحجمين من السفر اللي عندك مهما كان لونه، حجمين من الشوك. بيكون كمان نفس الشيء 6 قطع. وللتوضيح كمان بالنسبة للون الرمادي وفرنا لك بلونين، عندك هنا اللون الغامق وكمان عندك اللون الفاتح، نفس الشيء بيكون مكون من حجمين من الملاعق وحجم. التصميم الخشبي في الأواني أناقته لا توصف، عشان كذا وفرنا لك هذه الأشكال الجميلة من أدوات المائدة بالتصميم الخشبي الأنيق والفريد من نوعه. شايفين قد إيش شكله جميل؟ طبعا الحلو وفرناها لعشاق اللون الذهبي ولعشاق اللون الفضي، حجمين من الملاعق وحجمين من الشوك. اختاري منها اللون اللي يناسبك سواء الفضي او الذهبي. بالنسبه للون الذهبي راح تاخذين كل 4 حبات، اما بالنسبه للون الفضي راح تاخذين 6 حبات. لعشاق القهوه خصيصا دلعناكم اليوم اخر دلع، وفرنا لكم تشكيله جدا انيقه واكيد راح تعجبكم من فنجان السيراميك. خلونا نبدا مع اول شكل، مع هذا الشكل الجميل من فنجان السيراميك مع الصحن باللون الابيض وبحواف باللون الذهبي. صراحه حجمه جدا مناسب ويعدل المزاج. طبعا خليني اوريكم مقارنه في هذا الحجم، عندك هذا حجم صغير وهذا مقارنه فيه، يعني راح يجيك حجمه كبير وجميل جدا. راح تاخذين حابة فناجين أنيقة وبألوان زاهية تناسب الصيف؟ طب وين تلقينها؟ أكيد تلقينها بس في شركة مجمع الشامل. وفرنا لك اليوم التشكيلة الجميلة والأنيقة هذه بألوانها الزاهية من فناجين القهوة السيراميك. والأحلى من هذا كله وفرنا لك بحجمين، عندك هنا الحجم الكبير والحجم الصغير بنفس الألوان وبنفس السعر. كل الألوان الجميلة والزاهية اللي تخطر ببالك وفرنا لك، عندك الأبيض الأسود التيفاني اللون، كمان عندك الأصفر والوردي واللون السماوي. شاركينا أكثر لون حبيتيه، لك حرية الاختيار ما بين الحجم الكبير والحجم الصغير. كل قطعة راح تاخذينها بسعر 5.75 ريال هللة. تحسبون خلصتوا من تشكيلة الفناجين اللي وفرناها لكم اليوم؟ أكيد لا، الفناجين الموجودة عندنا في المركز تناسب جميع الأذواق بجمالها وفخامتها وبتعدد أشكالها. صراحة الأشكال هذه الجميلة واللي وفرنا لكم اليوم راح تخليك محتارة أكيد أي شكل فيهم راح تاخذين. حجمها جدا مناسب، راح يجيك فنجان سيراميك، كل قطعة راح تاخذينها بسعر 5.75 ريال هللة.
ولعشاق الأجواء الهادية والمميزة وفرنا لك عدة أشكال من إضاءة، طبعا مو شكل أو شكلين، ما شاء الله وفرنا لك قسم كامل للتوصيل. راح تأخذين المغلف أو المجموعة بسعر 5 ريال و75 صراحة القسم جدا جميل، لا تفوتكم السنابات الجاية. ومن أكثر المباخر اللي حبيتوها وفرنا لكم من جديد بكمية كبيرة المباخر الأنيقة هذه على شكل وردة، صراحة معاكم حق الشكل، والقطعة بسعر 5 ريال. اللون جدا جميل، ألوانها كذا ناعمة وهادية بنفس الوقت، راح تجيك على شكل وردة بالحجم الصغير، جميلة للاستخدام الشخصي أو حتى للتوزيعات. راح تاخذين، إيش رأيكم بتشكيلة الفواحات هذه؟ عاد البوكس الحالة لطيف، عاد كيف بتكون شكل فواحة؟ أكيد ألطف، جميلة جدا. أتعب أقول لكم جميلة هذه الفواحات سواء للاستخدام الشخصي أو حتى للهدايا، كذا مغلفة جاهزة. وفرنا لك كمان بعدة ألوان، عندك هنا البيج الوردي السماوي، تحطين فيها الزيت العطري المفضل عندك وتستمتعي فيها بأجمل الروائح. راح تجيك خشبية مع هنا الصحون السيراميك بسعر 5 ريال و75 هللة.